حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون كيف يراك هذا الشخص شكلا وشخصيا. هنشوف شايفك شكلا ازاي، وكمان هنشوف شايف شخصيتك ازاي، وهنشوف الحاجات اللي عجباه فيك ورأيه الحقيقي فيك، يعني رأيه من جواه بيقول ايه عليك او شايفك ازاي من جواه، مش اللي طالع لك او اللي ظاهر للناس. يعني احنا النهارده هنخش جواه ونعرف كل حاجه عنك بداخله. طيب القراءه دي هتبقى باول حرف من اسم الشخص او باختيار الاسوره، الاسوره الاولى، الاسوره التركواز، الاسوره الثانيه، الاسوره الحمر، او باختيار اول حرف من اسم الشخص. طيب لو انتوا اول مرة تشوفوني، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معي على رقمي، رقم الواتساب بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا نبتدي باول قراءة ونشوف طاقتكم عاملة ازاي. مجموعة رقم واحد، عشان لو الطاقة منطبقتش تشوف مجموعة رقم اتنين او القراءة مجموعة رقم اتنين. طيب تعالوا نبتدي كده بمجموعة رقم واحد ونشوف طاقتكم عاملة ازاي دلوقتي. نشوف ورق الطاقة الأول نبتدي بيه النهاردة ونعرف طاقة مجموعة رقم واحد. طب ليه كده مجموعة رقم واحد؟ يعني من أولها كده قلبكم موجوع ومكسور. ده في حاجة قوية الفترة دي انتوا بتمروا بيها تعباكم قوي، في كلام ناس قالتهولكم او شخص قالهولكم تعبكم داخليا وخارجيا، اثر عليكم قوي وزي ما تقولوا كده كسر قلبكم. في كلام او موقف حصل من شخص ليكم، الموقف او الكلام ده كسر قلبكم، وجعه، حسسكم ان انتم مخذولين، حسسكم ان انتم مكسورين. ده قلب مكسور، يعني انتم في الطاقة دي، طاقة قلب مكسور. او يمكن الكلام ده حصل من فترة وانت برضو لسه في الطاقة دي ولسه تعبان ولسه كل شوية تفتكر الكلام ده ومش عايز يمشي خالص من تفكيرك، او الكلام او الشخص نفسه. يعني في حد جه عليك جامد والكلام ده او الموقف ده او حقيقة انت عرفتها عن شخص قريب ليك، مش لازم يكون علاقة، يعني مش لازم، ممكن يكون صديق ليك، ممكن يكون حاجة في شغلك، حاجة في عيلتك، والدك، والدتك، أختك، أخوك، يعني أي حاجة، مش لازم يكون علاقة. الكلام ده نزل عليك زي البرق أو الرعد أو يعني حاجة عاملة زي الصعقة، تمام؟ طيب انت في طاقة صبر على حاجة، صابر على حاجة، مستني حاجة، او مستني تبتدي بداية جديدة، او مستني حياة جديدة، مستني فرصة سفر مثلا، او مستني ان انت تغير شغلك، او مستني خبر لحاجة او اي حاجة من دي. انت قاعد مستني، انت في طاقة صبر، قاعد مستني حاجة معينة ليك تحصل لك. طيب او يمكن انت اتظلمت وقاعد مستني حقك يرجع لك، او الشخص اللي ظلمك ده يحس فعلا ان هو ظلمك ويتوجع وقلبه كده ويتكسر قلبه كده زي ما وجعك وكسرك. طيب تعالوا نشوف، انتوا تعبانين نفسيا يا جماعة، عندكم طاقة ان يمكن مش قادرين تشتغلوا، مش قادرين تبقوا زي الاول، تخرجوا او تتكلموا، مش عارفين تتكلموا، في طاقة كده فيكم. الطاقة دي انتوا تعبانين نفسيا الفترة دي قوي قوي، طاقة تعب نفسي، طاقة ان انت محتاج ان انت تروح لمعالج نفسي، حد يسمعك على الاقل، حد يقف جنبك. انت مش عارف تصلح حتى اللي جواك، يعني انت عاوز حد يعرف اللي جواك من غير انت مطلع، لان الكلام صعب عليك، الكلام بيدور في راسك بس صعب ان انت تنطقه او يطلع منك. طاقة صعبة قوي الفترة دي، مجموعة رقم واحد. كمان هنا بيقولك انت محتاج ان انت تقوي روحانياتك، تقوي صلتك بالله، تعمل تأمل، تعمل شوية ريست. ريست مش ان انت تفضل بعيد عن الناس، المعنى مش كده، المعنى هنا ان انت تعمل ريست لدماغك، لتفكيرك، للحاجات اللي تعباك بقالها فترة وعمال تفكر فيها وعمال تتعب في نفسك ونفسيتك تعبت من كتر التفكير في التعب اللي انت فيه وفجع قلبك.
انت محتاج ان انت تعمل ريست من الموضوع ده، محتاج ان انت تستريح. الكارت ده معناه ان انت محتاج ان انت تروح لمعالج، انت محتاج معالج. ممكن كمان تكون بتعاني من ازمة صحية الفترة دي، في حاجة تعباك، او انت بتاخد دواء، او ممكن برضو سبب ان انت قلبك موجوع ان انت فيك حاجة طبية عرفتها والكلام نزل عليك زي الصعقة، ونفسيتك تعبت لما عرفت ان انت تعبان بحاجة معينة، او ان انت محتاج علاج مثلا لفترة، او حد قريب منك تعبان وانت وديته الدكتور وعرفت ان هو برضو محتاج علاج لفترة او كده. الصبر، بعد الصبر هيجي الخير ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف ورق خد لك كده برضو كام ورقة من هنا، شوف طاقة مجموعة رقم واحد. في طاقات منكم يا جماعة مظلومين، يمكن كمان حصل انفصال، طلاق، يعني كنتوا في علاقة زواج واتطلقتوا انتوا الاتنين، كل واحد ساب التاني وكل واحد بقى في حاله دلوقتي، وانت اتظلمت جدا من الشخص ده وقلبك وجعك قوي من الشخص ده. انت هيجيلك حقك، انت جايلك حقك ان شاء الله. لو انت مظلوم جايلك حقك، لو انت مظلوم، انت ندمان على حب، يمكن على مشاعر كتيرة اديتها لشخص، على ان انت كنت في طاقة صبر على الشخص ده وطلع ما يستاهلش، عندك خيبة امل منه، عندك حسيت ان انت فشلت معاه وخلاص العلاقة دي مش نافعة. يمكن في طاقات دلوقتي بصت على شغلها شوية او بقت تهتم في شغلها عشان تهرب من تفكير في المشكلة اللي عندها، ابتدت ان هي تفوق لشغلها شوية. بس سبحان الله انت برضو في طاقة القناعة، انت مقتنع بكل اللي حصل لك وراضي بكل اللي حصل لك من عند ربنا، وبتشكر ربنا على كل حاجة انت فيها، بس انت من جواك تعبان، يمكن مستني ان انت تتعوض، مستني العوض من ربنا، مستني ان انت يجي لك حقك، او ان انت تشوف شخص مثلا احسن. لو الشخص ده اللي كان عامل لك كده شخص كنت معاه في علاقة، مستني العوض من ربنا وان يجي لك شخص احسن. انت مقتنع ان ربنا مش هيسيب حقك، ودي حاجة كويسة جدا في طاقتك، ان انت مقتنع ان ربنا مش هيسيب حقك. طيب ممكن تكون انت من برج الميزان، تعالوا نشوف بقى الشخص ده اللي انت حاطط عليه نيتك النهاردة، او اللي بتفكر فيه في الطاقة الحالية، او اللي شغل دماغك الفترة دي. تعالوا نشوف كيف يراك وايه الحاجات اللي عجباه فيك، هو كيف يراك شكلا وشخصيا، يعني نشوف الاتنين. تعالوا نشوف الاول شخصية، كيف يراك هذا الشخص كشخصية. عشان تكونوا شايفين معايا الورق برضو، تعالوا نشوف الشخص ده شايفك ازاي كشخصية. طيب تعالوا نعرف رأي الشخص ده فيك ايه، وشايفك ازاي، او رأيه فيك كشخصية. طيب انت احتمال تكون من برج هوائي او من برج مائي، تمام؟ طيب الشخص ده شايفك ازاي؟ اولا كده شايف شخصيتك ان انت شخص مش سهل. يعني ايه بمعنى شخص مش سهل؟ يعني مش من السهل يقرب ليك، مش من السهل يرجع لك لو انتم سايبين بعض، مش من السهل انه يعترف لك باعجابه او بحبه ليك. لا، انت مش سهل خالص بالنسبة له. يمكن انت شخص صعب، وشخص يمكن بتتعامل معاه بشوية غرور، او يمكن انت كمان معجب بيه او بتحبه ومش عايز تبين له الموضوع ده، وهو بيشوف ان انت بتتعامل معاه كده بغموض. طيب الشخص ده شايفك ازاي؟ شايفك ان انت شخص صاحب حيل، او شخص عندك ذكاء شديد، تعرف توصل للحاجة اللي انت عاوزها بسرعة بديهة وسرعة تفكير. ما طيب سوري يا جماعة، الفيديو فصل، احنا كنا واقفين عند حتة ان
هو بيشوفك ان انت شخص عندك سرعة بديهة جديدة. كمان انا شايفة ان هو بيشوفك ان انت بيبقى لما بتعوز حاجة او لما بتفكر بحاجة بتروح لها بقلب جامد، ما بتستناش كتير، لا بتروح وانت مش خايف ايه اللي ممكن يحصل. يعني انت قلبك شجاع، انت شخص شجاع وقلبك جريء. لما بتبقى في حاجة انت مؤمن بيها وعاوز توصل لها بتوصل لها مهما كلفك من خسارة اي حاجة، لا انت الحاجة دي انت مؤمن بيها وعاوزها بتوصل لها. يعني هو كده اول حاجة شايفك ان انت شخصية دماغ حلوة قوي، شخصيتك دماغك حلوة قوي، تفكيرك تمام. طيب تعالوا نشوف اكتر. يا سلام يا سلام يا سلام. تقريبا انت برج هوائي مجموع رقم 1 تقريبا كده. طيب الكوين اوف كابس هو والذا ستار، هو شايفك على فكرة شخص بعيد المنال او صعب المنال. ممكن يكون هو مستواه اقل منك الشخص ده، او في حاجة تعوق علاقتك بيه، سواء انت في علاقة زواج او هو في علاقة زواج او اي حاجة تعوق العلاقة. وهو اكبر منك بكتير، او انت مثلا مستوى تعليمك او مستوى شغلك احلى منه احسن منه واكبر منه، فشايفك شخص بعيد المنال، شخص هو صعب يوصله. شايف شخصيتك شخصية نادرة او شخصية مش موجودة دلوقتي، زي النجمة كده، حاجة مختلفة. كمان شايفك ان انت شخص متوازن ما بين قلبك وما بين عقلك، عارف انت ماشي ازاي، عارف الخطوة اللي انت ماشيها دي ماشيها رايح على فين، شخص متوازن وعاقل. كمان عارف عنك ان انت شخص دماغك ما بتبطلش تفكير، تفكير في اللي جاي، تفكير في اللي رايح، تفكير في اللي حصل. يعني ممكن يكون فاهم ان انت شخص دقيق الملاحظة جدا. لو اتعامل معاك بشكل مباشر او كنتم علاقة مع بعض قبل كده، او كان ما بينكم زواج او خطوبة او ارتباط، فالشخص ده عارف عنك ان انت ما بتنساش حاجة وبتركز جدا في كل التفاصيل. ممكن كمان هو ما ياخدش باله من التفاصيل دي، انت بتركز فيها جدا. طيب شايف شخصيتك ازاي؟ شايف شخصيتك ان هي جمع كل حاجة هو عاوزها. The world، ان انت شخص جامع كل حاجة في الدنيا يحتاجها هذا الشخص. طيب تمام، الشخص ده عارف ان انت لو زعلت منه او اتقفلت من العلاقة معاه، او خلاص قلت له انا ما بقتش قادر استحمل ان انا اكون معاك تاني، او خلاص انت مشيت وديته ظهرك، خلاص انت مش هترجع تاني. يعني انت عند كلمتك، انت شخص عند كلمتك، وشخص لما بتتعلق بحد يعني روحانيا او من جواك بتبقى متمسك بيه. يعني هو عارف ان انت لو زعلت منه او حسيت ان انت عايز تبعد عنه بتبعد وما تبصلوش تاني، بس عارف برضه ان هو جواك وان انت لسه متعلق بيه. بس يمكن عقلك بيغلب على قلبك، يمكن هو عارف عنك الحتة دي، ان انت عقلك بيفرض رأيه على قلبك. كمان هو شايف ان انت شخص واثق من نفسك، عندك طموح كبير قوي، شخص حريص ان هو يكمل المسار اللي هو ماشي فيه مهما كان صعب، شخص متوازن، عنده شغف بالعلوم بالمعرفة. يعني انت شخص عندك شغف بالعلوم بالمعرفة بكل ما هو جديد، بكل حاجة بتدور حول العالم، لان انت شخص فضولي. وزي ما قلت لك كده بتدقق على ادق التفاصيل وما بتنسالوش حاجه، او ما بتنساش عامه حاجه اتعملت فيك اذا كانت خير او شر. سواء الشخص ده عمل لك حاجه كويسه انت بتفتكرها له وبتشيلها له، عمل لك حاجه وحشه انت ما بتنساهاش ابدا. طيب كمان هو شايف ان انت شخص مستقر في حياتك، او انت بتحاول دايما ان انت توازن حياتك. ما يعرفش برضو ان انت ممكن تكون دلوقتي بتمر بالطاقة اللي احنا شفناها من شوية دي، لان هو عارف عنك ان انت شخص غامض شوية، واللي جواك برضو ما بتطلعهوش للناس اللي بره، او ما بتحبش انك تبين ضعفك خالص، وهو عارف عندك الحتة دي، ما بتحبش خالص ان انت تبين ضعفك. طيب إيه لو انت بنت، فالشخص ده او الشاب ده شايفك ان انت شخصية رقيقة جدا، ملكة، دايما بيبقى عندك رغبة
ان انتي تعصري او تلاقي الحقيقة. دايما بتبقي عايزة تعرفي الحقيقة، ودايما شايف ان انتي مستمرة في تغيير نفسك. تعالوا نشوف الشخص ده شايفكم ازاي شكلا، او ايه بالظبط اللي بيعجبه فيكم شكلا. تعالوا نشوف. هو شخصيا الشخص ده شخصيته ايه اللي مخلياه معجب بيكم، او ايه اللي عاجبكم عاجبه هو في شكلكم؟ يعني يمكن اكتر حاجة شداه هو الجسد، مش ملامح الوجه. لا، يمكن الشخص ده اكتر حاجة شداه في شخصيتكم هو الجسد وليس ملامح الوجه. يعني مفيش مثلا عيون او حاجة معينة في شكل وشك انت بتجذبه، هو اكتر حاجة بتجذب الشخص ده جسد. طيب، شايف شكلك ازاي؟ يمكن انت بالنسبة له بتجذبه جدا جدا، او مش الشكل بقى، يعني احنا هنا مش بنتكلم في شكل، الاكتر هو الجسد. طيب، يبقى الشخص ده رأيه الحقيقي او ايه اللي عاجبه فيك شكلا هو الجسد. طيب، تعالوا نشوف اكتر برضو، يمكن يكون في حاجة، ويمكن ده اللي بيخليه لو انتوا بعيد عن بعض يرجع يفكر فيكم تاني. يعني الشخص ده لو شاف صورة جديدة ليكم بيرجع ينجذب ليكم تاني، ده لو كنتم انتم منفصلين. طيب، لو كنتم في علاقة إعجاب والشخص ده شافكم وش الوش بقاله فترة مثلا مش بيشوفكم وشوفكم وش الوش، او لو انتوا بقالكم فترة مش بتتكلموا وانتوا مثلا نزلتوا صورة على مواقع السوشيال ميديا، الشخص ده برضو يمكن الحاجة اللي بتجذبه ليكم هو الجسد، بينجذب جسديا جدا 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 ليكم، وبيبقى في طاقة توتر وقلق لما بيحصل كده وانتوا مش بتتكلموا مع بعض، او الشخص ده ما اعترفلكش بحبه، بيبقى عاوز يتواصل معاك اكتر، بيبقى عاوز يتكلم معاك اكتر، يمكن بيقعد يراقبك اكتر ويبص عليك اكتر، بيزود المراقبة، بيزود انه عاوز يكلمك او يتواصل معاك لو انتوا ما بتتكلموش. طيب، تعالوا نشوف اكتر. يعني ان الشخص ده لو انتوا بتتكلموش وشافكم، او لو انتوا ما بتتكلموش وانتوا نزلتوا صورة ليه، بيجيله توتر اكتر ان هو عاوز يتكلم معاك وان هو عاوز يتواصل معاك اكتر. حتى لو كان هيخش معاك في جدال هو متقبل ده، او لو انتوا انفصلتم عن بعض وهو هيخش معاك في مناقشة، او هيخش معاك في زي عتاب مثلا او حاجة زي كده او مواجهة، هو متقبل ده جدا ويبقى رايح بروح فيها كده زي حماس، روح فيها حماس، روح فيها اكشن عشان يتكلم معاك. يبقى الشخص ده اللي بيجذبه ليك هو جسديا، وطبعا بالنسبة للشخصية هو معجب جدا 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 بعقلك، احنا مش بنقول حاجة غير كده. يبقى هو شخصية معجب بعقلك، شكلا هو معجب بجسدك جدا. طيب، تعالوا نشوف بقى رأيه الحقيقي فيك ايه بالظبط. ناخد كمان رسائل من الرومانس، ربما الرسالة دي تقول لنا حاجة. رأيه الحقيقي فيك ايه بالظبط؟ يمكن كمان بيشوف وشك بيبي فيس، ملامح طفولة او فيها براءة. تمام، رأيه الحقيقي فيك ايه بالظبط؟ حاسس ان لو هو ظلمك فعلا، الشخص ده انت كنتوا مع بعض وانفصلتوا، الشخص ده رأيه فيك ان انت ما كنتش تستاهل منه اللي هو عمله فيك. ورأيه الحقيقي فيك ان انت فعلا اللي كان المفروض حافظ عليه في حياته، يمكن هو فرط فيك انت، بس هو دلوقتي رأيه الحقيقي فيك ان انت الوحيد اللي ما كانش فرط فيه، او انت الوحيد اللي كان يستاهل حبه، كان يستاهل ان يكون جنبه، غير كده لا. تمام، طيب، نشوف برضو الاخر للشخص ده رأيه الحقيقي فيك ايه.
في انجذاب روحي كمان، الشخص ده عنده انجذاب روحي ليك، تمام، رأيه الحقيقي فيك ان انت شخص فيك كل ما يتمناه، كل حاجة كان بيتمناها فيك. يمكن عارف قيمتك لما سبته او لما هو سابك، لو انتم منفصلين عارف قيمتك دلوقتي. طيب لو ده اعجاب بس مفيش بينكم علاقة، فالشخص ده عارف ومتأكد من قبل ما يكون في بينكم علاقة ان انت شخص فيك كل حاجة هو بيتمناها. كمان حاسس يمكن ان هو اقل منك في حاجة معينة، يعني في حاجة معينة يمكن هو اقل منك فيها وهو حاسس بده كويس. طيب رأيه الحقيقي فيك ايه؟ ان انت اتخلقت عشانه وهو اتخلق عشانك، انتوا الاتنين سول ميت، او انتوا الاتنين فيكوا حاجة مشتركة مع بعض، او مش حاجة واحدة، لا حاجات كتير مشتركة مع بعض. طيب رأيه فيك ايه برضو تاني؟ ان الشخص ده يريد البدايات، عاوز بدايات جديدة معاك، عاوز يكون في بداية باعتراف، بداية برجوع، بداية بتطور للعلاقة، بداية في اي حاجة. المهم ان الشخص ده دايما او رأيه فيك ايه؟ ان انت الشخص اللي المفروض يحافظ عليه، سواء بقى الشخص ده انت سبته او سواء الشخص ده لسه ما اعترفلكش بالحب، هو شايف ان انت الشخص اللي المفروض يحافظ عليه وان يكون في معاه بدايات، في انجذاب روحي، انجذاب جسدي، انجذاب لعقلك، التلاتة دول موجودين. طيب كمان انا شايفه ان الشخص ده رأيه الحقيقي فيك ايه؟ ان انت شخص قلبك حنين جدا، شخص بتحب من قلبك بجد، يمكن ما بيبانش عليك بس هو عارف ان انت شخص بتحب من قلبك بجد، ولما بتتعلق بحد بتتعلق بيه قوي، عشان كده لما بتتوجع بتتوجع برضو قوي. يمكن عشان كده جالي في اول كارت ليك ان قلبك مكسور من حاجة او من حد. بيقولك ان الشخص ده متعود عليك او انت متعود عليه في حياتك، في تعود في العلاقة دي، في تعود في العلاقة دي. كمان انا شايفة ان في تعلق، يعني في تعود وتعلق في العلاقة دي. بيقولك كمان انت محتاج مجهود، يمكن انا حسيت الحتة دي، فانت محتاج مجهود او اعمل مجهود، يمكن اعمل مجهود لنفسك انت، لان الكارت التاني جايلي love yourself first، اعمل مجهود عشان تطلع من طاقة وجع القلب اللي انت فيها، اعمل مجهود عشان تطلع من التفكير السلبي اللي انت فيه. مش عارفة ليه حاسة ان اعمل مجهود لنفسك انت مش لحد، مش مطلوب منك ان انت تعمل لحد، لا اعمل مجهود ليك انت. طيب يبقى الشخص ده منجذب روحيا، منجذب جسديا، منجذب لفكرك ولدماغك ولعقلك، معجب جدا بيه. ممكن يكون الشخص ده وانت من برج الجوزاء او برج الحمل او الجدي او برج العقرب او برج الحمل تاني. بس كده. طيب انا كده خلصت قراءة مجموعة رقم واحد، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. السوشيال لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله، ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا نخش على القراءة رقم اتنين، الاسورة الحمراء. تعالوا نبتدي برضو بكروت الطاقة عشان لو طاقتك منطبقتش شوف القراءة اللي قبل دي. عايزين نعرف طاقة مجموعة رقم اتنين. انت من اولها كده عندك طاقة صبر لحاجة، مستني حاجة، مستني تترقي في شغلك، مستني تسافر دولة جديدة، مستني فلوس جايالك، مستني ان انت تكسب قضية في المحكمة، مستني شخص يرجع من سفر، او مستني انت تسافر، يعني ايا كان. تمام، انت في طاقة صبر. كمان في طاقة ان انت بتبحث عن الاهتمام، انت مفتقد الاهتمام. يا مجموعة رقم اتنين، انتوا مفتقدين الاهتمام جدا، يمكن اهتمام من شريك، يمكن اهتمام من كراش مثلا، او يمكن اهتمام من اهلك، يعني ايا كان دي علاقات كلها اهتمام، انت مفتقد الحاجة دي دلوقتي في حياتك. يمكن كمان عندك صبر ان انت تلاقي الشخص المناسب، او
الشخص اللي انت بتبحث عنه او شخص يرجع لك من الماضي ويهتم بيك تاني زي ما كان مهتم بيك. ممكن تكون برضو قاعد مستني الشخص ده. طيب تعال نشوف اكتر. طلعوا اتنين. تعالوا. انت بتمر بأزمة مادية مجموعة رقم 2. في أزمة مادية دلوقتي عندك، يمكن الأموال بتاعتك دلوقتي قليلة على مصاريفك، أو انت في حد مثلا سلفته فلوس ومرجع لكش الفلوس فعمل معاك أزمة. يعني مهم ان انت في أزمة دلوقتي مادية، أو يمكن مش لاقي شغل دلوقتي، الحالة المادية مش متظبطة الطاقة دي أو الفترة دي. كمان هابي فاميلي، يمكن انت بتبحث عن الأسرة السعيدة، بتبحث عن شريك يكون لك شريك فعلا، مش يكون شخص يريد الزواج فقط، لا يكون شريكك وتكونوا مع بعض أسرة سعيدة. يمكن انت قاعد مستني الشخص ده، لان انت برضو هنا قلت لك عندك طاقة صبر، انت بتأمل في الأسرة السعيدة. طيب لو انت في علاقة زواج، يمكن انت بتفكر في الأسرة السعيدة، ان انت نفسك توصل لمرحلة ان تحس بيها في السعادة والرضا مع أسرتك، تمام. ويمكن يكون في عندك أزمة مادية مؤثرة على نفسيتك ومخلياك مش سعيد مع أسرتك، أو نفسيتك مش مظبوطة الفترة دي. انت يمكن عامل عداء مع حد او قطعت حد الفترة دي، اكتشفت وجه اخر لشخص في حياتك، سواء في عيلتك، في اصدقائك، سواء شريك حياتك، سواء شخص كنت بتأمل ان هو شخص بيحبك وطلع لأ. في خلاف، في صراع، في عداء بينك وبين شخص الفترة دي، او اشخاص كتيرة، مش لازم يكون شخص واحد. طيب كمان هنا الشقرة الخامسة فيها خلل، الشقرة الخامسة فيها خلل. برضو ركز على الحتة دي قوي، الشقرات دي مهمة جدا جدا في حياتنا يا جماعة، مهمة جدا. ويمكن هي دي اللي بتخلي طاقتنا مش مظبوطة واحنا مش عارفين ليه، عشان بيبقى فيها خلل. لازم الشقرات كلها تتظبط وتبقى كويسة عشان ما نكسبش طاقات سلبية. انا عايزة اخد لكم واحدة تاني، مش عارفة ليه. طيب هنا دي بيقول لي ان انت بتعمل استراتيجي، بتكتب، بتفكر ان انت تغير حاجة في حياتك، بتفكر ان انت تغير مكان، بتحط خطط لمستقبلك، عاوز تعيش مستقبلك بحاجة تانية، عاوز تنسى الماضي بألامه وجراحه وبالتعب اللي هو فيه، وعاوز تبتدي حياة جديدة وبتخطط لها، بتعمل بلان، بتعمل استراتيجيات تمشي عليها، يعني ايا كان من الحاجات دي. تعال نشوف. طيب بكروت التور كمان. نعرف طاقة مجموعة رقم 1. يمكن انت صابر على شغل، او صابر ان انت مثلا شخص صديقك من طفولة مثلا، او صديقك بقالك كتير ما شفتوش صابر تشوفه، او صابر على شغل معين ان انت تلاقيه يعني، او ان انت تخش فيه، تمام. او صابر على ان انت موضوع الاموال عندك ده يتظبط شوية. طيب هنا بيقول لي برضو الكينج اوف كابس، انت حاسس بحب من جواك يمكن ناحية شخص، عاوز تعرف اذا كان الشخص ده فعلا هو بيحبك ومعجب بيك ولا لا. دي اول حالة. الحالة التانية ان انت يمكن فقدت الثقة في كل علاقات الارتباط، بس انت من جواك برضو جواك حب كبير، جواك طاقة عطاء كبيرة، بس خايف تديها لشخص ما يستاهلش، عاوز تديها لشخص صح. انت سبت حد، بعدت عن حد اللي هو عامل لك عداءات، عامل لك خلافات، شفت وشه الحقيقي، بعدت عنه، سبته خالص، يمكن من غير اي كلام سبته وبعدت عنه، وبقى خلاص الشخص ده انت مش عاوز تعرفه تاني في حياتك. طيب كمان انا شايفة طاقات منكم ان انتوا حاسين بتواصل روحي مع حد وبتراقبوه في الفترة الحالية، او عينكم عليه.
مستني ان هو يتحرك، او مستني ان هو يجي لك او يتكلم معاك او اي كان من ده. في طاقة انتظار يمكن على الشخص ده انه يجي ويقرب منك ويتكلم معاك، دي طاقة كراش، حاسس بتواصل روحي معاه ولكن مفيش اعتراف او مفيش حاجة ملموسة على ارض الواقع. مستنيه انت في الطاقة برضو الحالية. كمان انت بتحاول يمكن تتوازن او توصل لمرحلة انك تكون فيها قلبك وعقلك راضيين عن حياتك. انت بتحاول توصل للمرحلة دي او بتحاول تكون مرتاح وسعيد في حياتك، بتبحث عن الراحة والسعادة الشخصية والنفسية لحياتك. طيب ممكن تكون انت من برج الجوزاء. تعالوا بقى نخش ونشوف كيف يراك هذا الشخص، شخصيتك شايفها ازاي؟ شايف شخصيتك ازاي؟ مجموعة رقم 2. طيب تعالوا نشوف الشخص ده شايفك ازاي، شخصيتك عاملة ازاي بالنسبة له، او من جواه هو شايفك انت شخصيتك عاملة ازاي. طيب بص، اولا كده كارت الفور اوف بنتكلز، الشخص ده شايفك يمكن انت بخيل في مشاعرك، ما بتعبرش عن مشاعرك او بتبقى محتفظ جدا 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 باللي انت حاسه. يعني وانت بتتكلم معاه او انت بتتعامل معاه بيبقى شايف شخصيتك متحفظة شوية، يمكن خجول شوية، أو بتحاول إخفاء اللي جواك. يعني هو مدرك إن أنت بتحاول إن أنت تخفي عليه اللي جواك أو اللي أنت حاسه، أو لو أنت معجب بيه بيبقى شايف مثلا في عينيك أو بيبقى شايف من أفعالك، ولكن انت بتحاول تخفي بالكلام، بتحاول تغير الموضوع، بتحاول تعمل اي حاجة. هو شايفك شخص يمكن بخيل في المشاعر، او ما بتعبرش خالص، او بتحاول تداري المشاعر اللي انت حاسس بيها قصاده بالذات. ممكن تتكلم معاه في اي حاجة، سياسة، اقتصاد، علوم، اي حاجة، ولكن يمكن لو كلمك على اغنية، كلمك على حد بيخطب حد او حد بيتجوز حد او ايا كان، يعني اي حاجة تخص الحب، يمكن بتحاول ان انت تغير الموضوع او بتحاول ان انت ما تبينش اللي جواك ليه. تمام. كمان هو شايفك زصام. زصام معناه حلو قوي، ان انت شخصية متفتحة، شخصية عقلها حلو قوي، دماغها حلوة جدا، شخصية بتعرف ازاي تحتوي الناس اللي حواليك. تمام. انت بتعرف تحتوي الناس اللي حواليك، مش بالكلام، بالافعال. بتقف جنب الناس، يمكن تحاول ان انت تراضي الناس اللي حواليك كلها. كمان بيشوفك ان انت كشخصية محبة للحياة، محبة للطبيعة، للبحر، للسماء، للاطفال. فدي حاجة هو لمسها فيك وعارف عنك ان انت يمكن بتحب الورد. الحاجات دي كلها لما هو مثلا شاف شخصيتك او اتعامل معاك وركز في الحاجات اللي انت بتفكر فيها دي كلها، عرف ان انت من جواك شخص حلو جدا، او شخصيتك حلوة جدا، ان انت شخص حنين، شخص بتعرف تحتوي، شخص بتعرف لبق، لبق جدا في الكلام. انت شخص لبق، ولكن لو جيت اتكلم معاك في حاجة تخص الحب او حاجة تخص الاعجاب او حاجة، اي حاجة من كده، او شكر فيك تتلجلج. تمام. طيب تعال نشوف اكتر الشخص ده شايف شخصيتك ازاي. شايفك يمكن متردد شوية في اتخاذ القرارات، او دايما متردد بين قلبك وعقلك، او بتبقى عاوز ترضي عقلك وعاوز ترضي قلبك، عاوز ترضي الاتنين عشان توصل لحل. يعني بتزن افكارك مثلا، بتتعامل مع عقلك وبتزن افكارك وبعدين بتزن مشاعرك وتتعامل على هذا الأساس. طيب
كمان شايف ان انت يمكن ما بتديش قرار واضح، بتسيب الحاجة رمادي دايما. عندك حدس قوي، هو بيشوفك ان انت شخص عندك حدس قوي، شخص محب جدا لشغلك، بتحب شغلك جدا، بتحب اعمالك اللي انت بتعملها. سواء انت كمان في منكم ناس عندها هواية بتعملها، بيشوف ان انت شخص فنان في حتة كده، فيك فيها فن، في هواية عندك، بترسم، بتغني، اي هواية غير شغلك، يعني غير شغلك. طيب كمان هو شايف ان انت شخص بتحب شغلك جدا وما بتملش منه، يعني انت عاوز توصل لاحسن النتائج فيه، بتدي شغلك يمكن كل وقتك وتعب نفسك قوي عشان توصل لحاجة حلوة في الاخر. لو انت ما بتشتغلش يبقى برضو انت مهتم بحياتك دراسية مثلا، او مهتم ان انت توصل لمستوى فكري، مستوى ثقافي كويس جدا. يعني حتى لو انت مش بتشتغل ومش بتدرس، ممكن تكون بتقرأ كتب، بتنمي مهاراتك، بتتعلم لغات، بتروح كورسات، يعني ايا كان. هو شايفك ان انت شخص مثقف وشخص عندك هواية، بتحب شغلك، بتحب دراستك، بتحب ان انت يبقى ليك كيان. طيب كمان بيشوف ان انت يمكن شخص غيور، دي برضو لطاقات مختلفة، مش لازم يكون الشخص اللي معاك انت بينت له غيرتك. تمام، يعني لو ده كراش ومن بعيد لبعيد استحالة ان هو يعرف ان انت غيور، لكن لو كراشوا بتتعاملوا مع بعض او لو كنتم علاقة، فده يتحدد على حسب انت في علاقة ايه بالظبط. تمام، كمان بيشوفك شوية عنادي وشوية متحفظ بمشاعرك قوي 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 قوي. كمان بيشوفك يمكن تحب دايما اللي يمشي على رأيك او اللي ياخد برأيك، او ان انت شخصية بتحب جدا اللي ياخد برأيك ويحطه في عين الاعتبار. تمام، بيشوفك في بعض الحالات ان شخصيتك بتوصل لمرحلة الاكتئاب او الانعزال، او ان انت تحب ان انت تكون لوحدك، ما يكونش معاك حد، او لو انتوا بتتكلموا كل يوم ليك فترة كده تحب يمكن ان انت تبعد عن الناس او تبعد عنه هو، او ما تتكلمش. يعني يمكن في كده مرحلة او وقت في حياتك بتحب ان انت تبقى لوحدك، دي برضه هو عارفها في شخصيتك وعارف ان انت كده. تعالوا نشوف بقى الشخص ده شايف شكلك ازاي. نعرف الشخص ده شايف شكلك ازاي. معجب بإيه بالظبط؟ طيب الشخص ده شايف شكلك ازاي؟ شايف ان انت الشخص المتوافق معاه، يمكن شايف ان في حاجات مشتركة ما بينكم انتوا الاتنين، يمكن لون عيونكم زي بعض، يمكن شعركم لونه زي بعض، طولكم زي بعض، وزنكم زي بعض، في حاجات مشتركة ما بين شكلك وشكله، او مش لازم يكون في حاجات مشتركة، ممكن كمان يكون هو كان حاطط في دماغه شخص معين بشكل معين، هو ده اللي يتوافق معاه. يعني هو حاطط في دماغه مثلا شخص يكون طويل، ده على مثلا يعني مثال، فانت طويل فهو متوافق معاك لان هو حاطط معيار قبل ما يشوفك، فلما شافك انجذب جدا للمعيار اللي هو كان حاطه قبل كده. فبالنسبة لشكلك هو كان مختار شكلك قبل كده في احلامه وفي خياله، لما شافك انجذب ليك على طول، او حس ان هو انت ده الشخص اللي هو بيفكر فيه او الشخص اللي هو مستنيه. على فكرة الشخص ده روحاني جدا وحساس جدا جدا جدا، ويمكن بيحس بيك من وانت بعيد. وكمان لو كنتوا انتوا في علاقة وسبتوا بعض، الشخص ده وهو بعيد عنك حاسس برضه ان هو معاك وان انت معاه، بيحس بيك جدا، ويمكن انت بتحس بيه او بيجي على بالك فجأة. هو نفس الموضوع، لان في بينكم توافق كبير جدا. طيب كمان بيشوف شكلك ازاي، يمكن بيشوف شكلك ان انت شخصية عندها حماس،
عندها في اكشن كده في وشك، في حماس، في طاقة. ايوه، وشك بيبعث الطاقة الحيوية، النشاط. فبالنسبة لشكلك هو متوافق جدا معاك، لان هو كان مختار شكلك قبل كده، او كان حاطط معيار ان الشخص ده هو ينجذب ليه، وفعلا لقى المعيار ده فيك. ولو انت بنت فهو شايف يمكن فيكي شكل من مامته مثلا، من اخته، فيكي حاجة معينة هو حاببها ولقاها فيكي. هو حاببها في مامته او في اخته ولقاها فيكي. يمكن ايا كان بقى، بس هو يخص الشكل. تمام، ممكن لون البشرة مثلا، يمكن شكل العيون، ايا كان. تمام، فالشخص ده بالنسبة للشكل هو متوافق جدا معاك، او الحاجة اللي جذبته فيك ان هو كان حاطط معيار ولقى المعيار ده فيك، فانجذب على طول من اول ما شافك، من اول لحظة. طيب تعال نشوف بقى رأيه الحقيقي فيك ايه بالظبط. الشخص ده ناخد مسج. بالنسبة للمنفصلين، هو عارف ان انت خلاص انفصلت، اديته ظهرك، اديته ظهرك، يعني مفيش رجوع. بص، انت هنا اديته ظهرك وهنا اديته ظهرك، مفيش رجوع. رأيه الحقيقي فيك ان انت شخص يمكن صعب انه يقنعك، او صعب ان انت تقتنع وترجع ليه تاني. فدي حاجة هو عارفها كويس جدا. بس رأيه فيك ايه؟ ان انت برضو حاسس ان انت لسه بتحبه، وانت لسه متعلق بيه، او ان انت لسه بتفكر فيه، ولكن هو عارف برضو ان انت شخصيتك صعبة. بس يمكن عنده امل في الرجوع، او عنده امل ان شخصيتك او قلبك يحن. وعارف ان دماغك قرارها صعب وقرارها واحد، بس عنده امل ان قلبك يحن والعلاقة يحصل فيها استشفاء. طيب، يعني يمكن هو 70% عارف ان انت مش هترجع له، 30% عارف او رأيه فيك ان ممكن قلبك يحن وترجع. طيب بالنسبة للكراش، رأيه فيك ايه الشخص ده؟ ان انت شخص تمتلك كل حاجة هو محتاجها. لو انت بنت فانت بنت ملكة، فيكي كل حاجة هو يحتاجها، ووصلتي لكل حاجة ترفع من شأنك وترفع من كيانك. تعالوا نشوف اكتر رأيه فيك ايه الشخص ده، رأيه الحقيقي فيك ايه بالظبط. ان انت شخص غامض، غامض جدا. يمكن مهما اتكلم معاك، يمكن مهما اتعامل معاك، برضو في حتة فيك غامضة مش قادر يتخطاها خالص. ده رأيه فيك الحقيقي، لان دماغك كبيرة، دماغك حلوة. الشخص ده معجب بطريقة تركيب دماغك، بطريقة تركيب دماغك فيها ميكس كده. انت ميكس غريب، فعمل له حالة. كمان معجب ان هو كان رسمك او حطك في دماغه قبل كده، وفعلا لقى الحاجة اللي هو كان بيفكر فيها، ف انجذب ليك مرة واحدة. يعني زي ما تقولوا كده، انت حب من اول نظرة. طيب بيقول لك في كيمستري، وفي كمان مشاكل اسرية. يبقى ممكن تكونوا انتوا المنفصلين انفصلتوا بسبب مشاكل اسرية من اسرتك او من اسرته، او انتوا كنتوا في علاقة زواج او خطوبة وانفصلتوا، او ممكن كمان يوصل الطاقة للكراش بيكون برضو في مشاكل اسرية في اسرتك او اسرته، مأثرة ان يكون في بينكم علاقة، او لو اسرتك واسرته يعرفوا بعض من زمان، او لو انتوا عادات وهم عادات، انتوا بلد وهم بلد، انتوا دين وهم دين. في زي حتة كده، يعني خدوا بالكم منها. تعالوا خد لكم واحدة كمان عشان نشوف اللي هيغلب. بيقول لك ان برضو في someone from your past، في شخص من الماضي راجع ليك. من الماضي مش معناه ان الشخص كنت معاه على علاقة. طبعا هي اوكي، ممكن ناخدها شخص كنت معاه على علاقة، لكن برضو ناخدها ان لو شخص بقالكم فترة مش بتتكلموا، سواء كراش سواء مرتبطين وفي بينكم مشكلة، اي حاجة في فترة من الزمن، ايا كان الفترة دي حتى لو اسبوع،
مش بتتكلموا، فالشخص ده رجع هيتكلم معاكوا تاني. طيب تعالوا كده اقول لكم الابراج اللي طلعت لي هنا. برج العقرب، برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، وبرج القوس، وبرج الحمل تاني، برج الاسد طبعا، وبرج الحوت. بس كده. طيب ممكن يكون برجك او برجه هو. انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقمي، رقم الواتساب، بس بقولكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا لكم، باي باي.